ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأيضا أسعار العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذا يعني لاحظنا العديد من التصريحات فيما يتعلق وتحديدا من أعضاء الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بالترقب لقرارات الفيدرالي في أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، الحديث بين 50 نقطة أساس و 75 نقطة أساس. كيف تؤثر هذه التصريحات على أداء الدولار وأيضا باقي العملات؟ صحيح، العديد من تصريحات الأعضاء الفيدرالي الأمريكي صدرت خلال الأسبوع الماضي والتي رافقت أيضا صدور بيانات اقتصادية أثبتت انخفاضا كبيرا في معدل التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين من 9.1% إلى 8.5%. هذا الانخفاض الكبير في معدلات التضخم جعل الأسواق المالية تتوقع أن يكتفي الاحتياط الفيدرالي برفع الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل، لكن عندما دقق المتداولون في التفاصيل الداخلية لمؤشر أسعار المستهلكين رأوا بأن هنالك ارتفاع هائل في أسعار الغذاء هو الأكبر منذ عام 1979 في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار الغذاء ب 10.9%، كما ارتفعت أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة بنحو 15%، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 2006. هذه التفاصيل التي ظهرت في مؤشر أسعار المستهلكين جعلت أعضاء بالفيدرالي الأمريكي يشيرون بأن الطريق ما تزال طويلة حتى يعود التضخم للمستويات المطلوبة من الاحتياطي الفيدرالي والتي تقع عند 2%. بالتالي هناك حالة من التباين الكبير في الآراء حول توقعات الاحتياط الفيدرالي الشهر المقبل بين 75 نقطة أساس بالرفع الفائدة أو 50 نقطة أساس، وهذا ما ترك سلة العملات تتداول ضمن نطاق متذبذب جدا. لكن يبدو بأن المتداولين أصبحوا الآن يعتقدون أكثر بأن الفيدرالي قد يرفع الفائدة فقط ب 50 نقطة أساس، وهذا ما تسبب الأسبوع الماضي على مدى الأسبوع بانخفاض الدولار بحوالي 8 نقاط عشرية ونصف قبل أن يعاود الدولار أن يكتسب بعض العزم الصاعد يوم الجمعة الماضي. نعم سركيس، يعني هذا التغير في أداء الدولار، لاحظنا تغير الأسبوع الذي حصل خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كيف أثر على أداء اليورو تحديدا؟ يعني وهنالك بعض يعني الأخبار تتحدث عن كسر قاعدة التكافؤ بينه وبين الدولار، يعني ولن يصل إلى مرحلة التعافي في المستقبل القريب. بالفعل يبدو بأن اليورو ارتفاعاته محدودة جدا أمام الدولار الأمريكي، فرغم الارتفاع الذي شاهده على مدى هذا الشهر واندفع وارتفع من مستويات ما دون نقطة التعادل ليتم تداوله الأسبوع الماضي عند دولار وسنتان أمريكيان، لكن لو نظرنا ودققنا النظر بارتفاع اليورو سنجد بأنه هش، وهذا بسبب توقعات بأن يكون الفيدرالي الأمريكي أسرع كوتيرة ومقدار رفع الفائدة في البنك المركزي الأوروبي. نعم محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.